هذا هو الاستصحاء، بمعنى أن المطر إذا استمر في الهطول وخشي الناس منه فليستصحي كما فعل عليه الصلاة والسلام، فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآثام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. ولذا الأعرابي لما دخل طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله فيمسك المطر، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل ذلك، وإنما دعا الله عز وجل أن يصرفه إلى المواضع التي يستفاد منها، الأكام الأماكن المرتفعة مثلها الضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فلا تقل اللهم أمسك المطر، وإنما تدعو بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام.